بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإشاعة مملكة، وهي مملكة من نار تحرق المجتمع. ولا تتأسس هذه المملكة إلا بثلاثة أشخاص، بعضهم أسوأ من بعض، ويحارب هؤلاء الثلاثة فارسان هما اللذان يهزمانهم، فارس قوي وفارس آخر أقوى منه. أما الأشخاص الثلاثة اللي يؤسسون مملكة الإشاعة، فأولهم مختلق الإشاعة، يعني هو يعتبر الملك في هذه المملكة، هو أسوأ هؤلاء الثلاثة. أسوأ طرف من طرف الإشاعة هو الذي يبدأ الكذبة، الذي يختلقها. الشخص الثاني في مملكة الإشاعة هم الجند. الجندي في مملكة الإشاعة هو ناقل الإشاعة وإن كان لم يختلقها، فربما هو لا يحدث شيئا جديدا، هو لا يختلق شيئا جديدا من لا شيء، لكنه لا يتورع عن النشر بدون تحقق. طيب، كيف أتحقق؟ كيف أعرف هل هذه إشاعة أم لا؟ التحقق يكون عندما تسمع مباشرة من المصدر الأساس للخبر. مثلا قيل إن هذا الدواء جيد للمرض الفلاني، من أين سمعت ذلك؟ رسالة جاءتك، هذه إشاعة. شخص أخبرك، لا زالت إشاعة. لكن إذا سمعت طبيبا متخصصا في نفس المرض قال ذلك، وأنت تعرف هذا الطبيب تثق به، فنعم هذا خبر صحيح. قد تقول لي ليس لهذه الدرجة، يعني نعم لهذه الدرجة، أرواح الناس ليست مزحة. التحقق ليس شيئا سهلا. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، قد يعني يكون الذي نقل لك الخبر ليس فاسقا، لكن ربما الذي بدأ الخبر فاسق ثم نقله شخص عادي. ماذا نفعل؟ نتبين، نتحقق. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من إنسان نقل خبرا فأزهق أرواحا بسبب نقل. إذن تبين. مثال آخر، قالوا لك خبرا أن جريمة معينة حدثت في المكان الفلاني، وهذا تصويرها، انظر كيف حدث كذا وكذا. سؤال: هل أعلنت وزارة الداخلية ذلك؟ لا. إذن لا تنشر حتى تتبين. كم من صورة وكم من مقطع تم تلفيقه وتركيبه على شيء آخر لا صلة له، إما قديم أو حديث. قد تقول لي: إذا كان الأمر كذلك سنتوقف عن الرسال وتوقف عن الحديث عن أغلب ما نتحدث به ونرسله اليوم. السؤال: ماذا ستخسر؟ يعني هل المسألة أمانة أم متعة في الحديث فقط؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة تسجل ما تقول. وأسوأ أنواع الإشاعة، أسوأها الإشاعة في الدين، الذي يفسد دين الناس وهو يظن أنه يفعل خيرا. وكم من حديث موضوع ما كان لينتشر لولا أن بعض الناس بعاطفته نشره. كم من بدعة، أن العمل الفلاني فيه الأجر الفلاني والدعاء الفلاني نقوله في المكان الوقت الفلاني، بدع ما انتشرت إلا لما كنا نحن وقودا لها. إذا نشر أحد كلاما عنك أنت ما قلته، تغضب أو ما تغضب؟ والله أنا أغضب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نشرت عنه ما لم يقله فإنه لا يرضى بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ويظن الإنسان أنه يفعل خيرا وهو في الحقيقة يفعل العكس. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تنشر ما لم يكن الذي أرسله أو قاله عالم ثقة. كما أننا لا ننصح بنصيحة طبية إلا إذا كان قائلها طبيب ثقة. تبقى مسألة: هل قوة انتشار الشيء مؤشر لصحة هذه الرواية؟ كثير من الناس يعتقد أن انتشار الخبر هو الدليل على صحته، فيحتج أن الكل يقول هذا، الكل يرسل هذا. منذ متى انتشار الخبر يصححه؟ هناك يعني كلام غير صحيح، وهو فقط بين مجموعة بسيطة من الناس. فرضا كلام غير صحيح بين مجموعة بسيطة من الناس، وهو لا يزال بينهم، إذن لا يزال بينهم غير صحيح. إذا انتشر يتحول إلى كلام صحيح؟ يعني الكذبة تبقى كذبة، الانتشار لا يغير شيئا. فصحة الخبر تكون في المصدر وليس في انتشار الخبر. وإذا شئت فخذ لك دقيقتين تذكر فيهما كم خبر انتشر بشدة وفي النهاية اتضح أنه غير صحيح، أتوقع في ذاكرتك الآن الكثير منها. إذن الشخص الذي ينشر الإشاعة حتى ولو لم يختلقها هو الرجل الثاني في مملكة الإشاعة، ويمثل جنود ملك الإشاعة الذي اختلق الإشاعة. النوع الثالث في مملكة الإشاعة، الشخص الثالث، هو الذي يصدق الإشاعة وإن كان لا ينقلها، الذي يصدقها ويعمل بها. هؤلاء يعتبرون كالشعب بالنسبة لمملكة الإشاعة. ربما هو لا يرسل الإشاعة، هو ما يرسل، لكن فقط يصدق ويتضرر بها.
يحدثني استشاري في الكبد يقول أكثر من يأتون إلينا عندهم تليف في الكبد أشخاص من عامة الناس صدقوا إشاعة ورسائل وصلت إليهم عن العشبة الفلانية والطعام الفلاني، كل يوم تأخذ منه، ويقولون لهم العبارة الشهيرة إذا لم ينفعك فلن يضرك، وفي النهاية الأخ مصاب بتليف في الكبد. الإشاعة أخطر من الفيروس، الفيروس ينتشر في من حوله، أما الإشاعة فهي تعبر المسافات وربما البلدان فتقتل. هل تعلم أنه في إحدى الدول انتشرت شائعة أن شرب مادة الكحول السامة تقتل الفيروس؟ شرب الكحول آلاف الناس، مات منهم 700، الذين ماتوا بسبب الإشاعة أكثر من الذين ماتوا بسبب الفيروس في دول أخرى. أرأيتم كيف أن الإشاعة أخطر؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، كيف ننتصر على الإشاعة؟ كيف؟ يوجد فارسان حفظهم الله، هما اللذان بإمكانهما أن يحطم مملكة الإشاعة، فارس قوي وفارس أقوى منه. أما الفارس الأول القوي فهو الذي يكذب الإشاعة، إذا وصلت الرسالة ولم يتحقق منها فإنه لا يصدقها ولا ينشرها، تقف عنده، هذا الفارس القوي. الفارس الأقوى هذا نادر، هو الذي يوقف جنود الإشاعة عند حدهم، فإذا رأى شخصا يكثر من نقل الإشاعة ينصحه ويقول لو سمحت أرسلت الكثير لا ترسل لي شيئا لا تعرف مصدره. وسبحان الله لو أن كل واحد منا كلم هذا المرسل سيتوقف على الرسالة لا إراديا، لا يجد أحد يتقبل منه. وربما يصل هذا الفارس إلى ملك الإشاعة نفسه، يصل إلى الذي يختلق الإشاعة وينشرها فيعظه، وإذا رآه مفسدة فإنه يبلغ عنه. فمصلحة الأمة أولى من مصلحة الفرد. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر.